يمكن انا اديت للعالم كله تلات هدايا ليه؟ لعلاج الكلى، معلقه صغيره صمغ عربي الصبح وبالليل، معلقه صغيره صمغ عربي مطحون، معلقه صغيره صمغ عربي مطحون الصبح وبالليل، كوبايه شوربه شعير والبقدونس الجميله مرتين ثلاثه في اليوم، ومعلقه عسل نحل وشويه حبوب لقاح ثلاث اربع مرات. اقسم بجلال الله جالي ناس الكرياتينين فوق ال 20 22 والباولينا 500 530، مشوا على الثلاث حاجات دول لمده شهر، والله الذي لا اله غيره الباولينا نزلت من 530 نزلت الى 86، والكرياتينين من 22 نزل الى 8 شهر واحد. اللي عنده اراده للشفاء ربنا يشفيه. تقول لك كليه ضمرت، كليه اتنيلت، بقى فوكال سيجمنتال جلوميرولونفرايتس من برينس مش عارف، وتروح بقى يعمل لك عينه من الكلى وكلام كبير ضخم جعلص مالش علاج، يا تزرع يا تغسل. وجالي ناس والله العظيم من 10 12 سنه من الدول العربيه، راح انجلترا بالكلى قالوا له يا تزرع يا تغسل، راح امريكا قالوا له يا تزرع يا تغسل، راح تايلاند يا تزرع يا تغسل، جه مصر الدكتور جوده محمد عواد قال له في علاج. ياخد الحاجات البسيطه الشوربه العلاجيه السلطه العلاجيه ماشي عليها بقاله 12 سنه، كرياتينين 5 6 وماشي بقاله 10 12 سنه، باولينا بتاعته 100 120. فبقول له انت كل سنه بتركب الطياره وتيجي؟ قال لي ايوه. انا سافرت انجلترا قالوا لي هتزرع هتغسل، سافرت امريكا قالوا لي هتزرع هتغسل، جيت لحضرتك قلت له لا هتزرع ولا هتغسل، من حقك اني سافر لك كل سنه واديني محافظ على نفسي، لا انا بموت على المكنه ولا الدم بتاعي اتجلط على المكنه، ولا انا جالي شد عضلي من المكنه، ولا اتنقل لي فيروسات من مكنه الغسيل، وعايش حياتي ووظيفتي ما بنامش. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ النوم احسن ولا العلاج؟ يقول لك مركز فلان مش عارف مين، مركز فخم وايه ورخام وازاز، مركز فخم. طب انا عايز اعرف المركز الفخم ده عالج كام واحد؟ كام واحد خاف من الكلى؟ الناس بتنبهر بالفخم والازاز والرخام، قول لي كام واحد خاف؟ الشوربه العلاجيه بدي شوربه، واسرار العلاج عندنا اسرار الدواء، اقسم بالله العظيم والله والله اسرار العلاج عندنا واسرار الاغذيه اخطر من اسرار الادويه. ده انا بديك جزاء الاثار الجانبيه بتاعته بسيطه، يعني خدت اكل الناس كلها بتاكل، ايه اكتر حاجه هتعمل ايه؟ عن شرف حسين. انما لو خدت دواء بقى بوظ لي الكلى، خدت حقنه جابت اجل الكلى. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.